Quem? اوكي. نبدأ إن شاء الله محاضرتنا اليوم. حنتناول محاضرة موضوع الميتابوليزم. الميتابوليزم مثل ما تعرفون إنه هو موضوع الأيض. كل اللي أخذناه سابقا من الأشياء التعريفية من الكربوهيدرات والليبيدز والإنزيم والبروتينز، كلها كانت عمود نعرف احنا شنو الميتابولز، شنو الماكرو مولكيولز مالتي. بقى لا تتذكرون في بداية الكورس تكلمنا، احنا قلنا شنو المقصود بالبايوكيمستري، وقلنا هو عبارة عن التفاعلات الكيميائية داخل الخلايا الحية. لو تلاحظون سابقا ما كنا نتكلم عن التفاعلات الكيميائية وشلون الان بروتينات او اللي بتحولها الى طاقه. تكلمنا انه شنو صفات الكربوهيدرات، شنو صفات البروتينات، شنو بقيه الصفات الموجوده بالماكرو مولكيولز، نيوكليك اسيد، فيتامينز كماكرو مولكيولز وحدها. بس احنا الان اليوم نريد ناخذ انه شلون تجري التفاعلات داخل الخلايا، شلون تترجم هاي التفاعلات للحصول على الطاقه، شلون الخليه تقوم بواجبها أو وظيفتها في المخصص لها. فيعني هو هذا الهدف الأساسي اللي أنا عندي بالتفاعلات أو دراسة أيض تفاعلات مالتنا. أول شيء من البداية مثل ما تعرفون لازم نسوي تعاريف، رقم واحد. رقم اثنين، يعني لازم اني اعرف شنو الميتابوليزم، شنو المقصود من عندي. انا مدته تفهمون اني شنو اللي اقوله واني افتهم، او من انتم تسالوني سؤال اقدر انه احنا نتفاهم بالموضوع. رقم اثنين، نحتاج الى انه نسوي فد مقدمه على مود نعرف بالضبط شنو هي تفاصيل انواع التفاعلات ممكن انه تحدث داخل الخلايا، وشلون ممكن انه نترجمها وافتهمها، بحيث انه من اتكلم وياكم وتتكلمون معي او اي احد او اي كتاب اقراه افتهم شنو المقصود بهاي التفاعلات وشلون دا تجري، واقدر بالتالي اقدر احفظها و يعني انه تفيدني في فهم المواضيع خاصة بالنسبة لكم بالنسبة للبيولوجي. ف نبدي بالتعريف. What is the metabolism؟ بمعنى how cells acquired، يعني metabolism هو ده اللي يقول لنا how cells acquires أو transform store and use energy. اليوم شلون حتتعامل الخلية مادي أو الخلايا الكائنات الحية، شلون حتتعامل بالمواد الموجودة لها. واحدة من الأشياء اللي مهمة هو استخدام الطاقة، وهاي الطاقة لازم نعرف انه شلون تقدر تحصل على الطاقة، وين تصرف الطاقة الخلية، هل من الممكن ان انا اخزن طاقة ام ما اقدر اخزن طاقة، واذا تخزن الطاقة على اي هيئة تخزنها، واذا ما تخزن الطاقة بعد شنو البديل لها. انا بدي اسال سؤال لكم يعني بصورة عامة للجميع، واتمنى انه تجاوبون، يعني سؤال المناقشة ليس اكثر، انه هل الخلية قادرة على خزن الطاقة؟ سؤال مفتوح لك. قادرة. نعم دكتور. قادر على خزن الطاقة. شلون تخزن الطاقة بأي حالة؟ على مرافق الـ ATP. نعم. بس هذا الـ ATP هذا مو أنت تخزن الطاقة. هاي تحصل الطاقة الآن، هسه حنفتهم بعد شوية. إنه الخلية تحصل على الطاقة من الـ ATP. أني سؤالي واضح، انتبهوا عليه. دا أقول هل تستطيع الخلية خزن الطاقة؟ نعم دكتور، تخزنها مثلا على نعم تخزنها على شكل دهون او سكريات، على شكل سكريات دكتور، بعدين تتحلل منها. ممكن. اذا الان لو تلاحظون جوابكم اللي تقولون اياه انه الخليه تخزن سكريات بس هي ما خزنت طاقه، الخليه خزنت دهون بس هي ما خزنت طاقه، الخليه خزنت بروتين بس هي ايش سوت؟ ما خزنت الطاقه. تلاحظون الطاقه تولدها الخليه،
عندما تحتاج الخلية إلى طاقة، شو تسوي؟ تصنع، تسوي تفاعلات، تكسر الماكرو موليكيولز اللي هي عبارة عن بوليمرز مال كربوهيدرات مال بروتينز مال ليبيدز، تكسرها للحصول على الطاقة. أما خزن الطاقة ما عندنا هيك مصطلح. واضح؟ دكتور زين، الخلية الدهنية مو تخزن طاقة؟ اي احسنتي، هي شنو؟ هي دهنيه، هي دهون، هو مو طاقه. الان انا عندي دهون زايده، خزنتها على شكل دهون، اي تخزن دهون على شكل طاقة. تخزن الدهون على مود من تحتاج الى طاقه، تكسر الدهون أول تحصل على الدهون الطاقه. لا طاقة. اني خزنت السكريات الزايده عندي، حولتها الى جلايكوجين، مو صحيح؟ خزنتها على شكل جلايكوجين. أنا من أريد سكر، من أني صمت وأحتاج إلى سكريات، شو سويت؟ أحلل الجلايكوجين، أرجع على الجلوكوز، أكسر الجلوكوز، أحصل على طاقة. إذا أنا ما خزنت الطاقة، أنا خزنت مركبات أو ماكرو موليكيولز، شو بيها؟ عند تكسيرها، عند نكسرها، شو حصل؟ حصل على الطاقة. واضح هنا؟ نعم. النقطة الثانية اللي نريد نقولها، الميتابوليزم يعنى بالتفاعلات داخل الخلايا، study reaction in a cell and how these processes are coordinate and regulate. الآن تفاعلات اللي تلاحظون، لو أنتم سامعين وشايفين وأكيد دراستكم تعرفون، أنا قلت عندي تفاعلات داخل الخلية. الآن شنو هالتناسق والترتيب والتناغم والتنظيم اللي يصير بين هاي التفاعلات، بحيث بالاخير شو تسوي لي؟ تمشي كل الامور الخليه بالشكل المناسب والدقيق، وماكو اي خلل وظيفي بيها. طبعا يوم اللي اكو خلل خارجي دخل لي، اكو عارض ثاني، صار عندي مشكله بالريجوليشن، صار عندي مشكله بالتنظيم، وبالتالي صارت عندي الامراض. اما هي هسه كخليه سليمه، كجسم سليم، واجي اليوم اشوف التفاعلات مالتي، راح الاحظ بانه جميع التفاعلات منظمه بشكل صحيح، منسقه بشكل صحيح. الان هاي التفاعلات منو يدرسها؟ يدرسها جانب البايكيمست، ندرسها نسميه شنو؟ الميتابوليزم، اي التفاعلات الكيميائيه داخل الخلايا الحيه. اوكي، الان نكون نعرف الان شلون دا تجري هاي العمليات الايضيه. طبعا العمليات الايضيه داخل الخلايا تجري بها طريقه بالتفاعلات الكيميائيه العاديه، لو بالتفاعلات الانزيميه، لا تجري بالتفاعلات الانزيميه. الان التفاعلات الانزيميه هل هي تفاعلات نوع واحد نشوفها؟ أو عدة باثويز للتفاعلات الإنزيمية الأيضية، مثل ايش عندنا؟ هسه حنشوف هاي الرسم مالتي أمامكم. الآن هذا الرسم أمامكم شو يوضح؟ يوضح أنه هذا التفاعل هو تفاعل لينير. يعني شنو تفاعل لينير؟ يعني أنا عندي مركب A بتفاعل إنزيمي انطاني B، B بإنزيم ثاني انطاني C، C بإنزيم ثالث طاني D، D بإنزيم رابع طاني F، وهكذا إلى الوصول إلى الناتج النهائي. إذا هذا التفاعل شبيه كان؟ تفاعل شنو؟ لينير، خطي. لكن ملاحظ من خلال الدراسات بأنه داخل الخلايا أكو هنالك تفاعلات أخرى، تفاعلات إنزيمية. شنو هي تفاعلات؟ تفاعلات هي برانشينج. شنو برانشينج؟ يعني بيها تفرعات. اي مره ينطيني دي، والبي ممكن ايضا ينطيني دي، وكل واحده بتفاعل انزيمي معين. الدي ينطيني جي، عندي سي ينطي اف وينطي جي، وكل واحد لها تفاعل انزيمي، وهكذا للوصول الى شنو؟ للبرودكت مالتي. اذا هذا تفاعل ايش بيه سميناه؟ برانشت. هذا التفاعل برانشت. اكو نوع ثاني من البرانش، انه هو اساسا
يعني لو لاحظ هنا بدينا من عدة برودكت A و B و C وصلنا للناتج النهائي هو كله كان I. عندي برانش ثاني اللي هو شنو هو بالعكس، أنا أبدي بواحد اللي هو A وصل B، بس من البي يتفرع ينطي ناتج N حسب التفاعل ماتي، يا أما يوصل لل H يا أما يوصل لشنو لل I. إذن هذا النوع الثاني من شنو؟ من التفاعلات الإنزيمية. النوع الثالث من التفاعلات الإنزيمية هو السايكليك. تفاعل السايكليك شنو المقصود به؟ مثل ما سامعين وشاء تعرفون تفاعل تي سي اي دورة كريبس. تفاعل هنا أنا عندي A يتفاعل ويا G تفاعل إنزيمي ينطيني B. B تفاعل إنزيمي ثاني ينطي C. السي راح ينطي H اللي هو البرودكت اللي أنا أريده وينطي D. تفاعل C ينطيني D وينطيني H البرودكت. D يرجع ينطيني F، F ينطيني G المادة اللي أنا بديت عليها بالبداية. الآن G تتهم ويا جزيئة A جديدة شو يصير؟ يعطيني B وهكذا حترجع السلسلة مرة ثانية وحصل على بروتيك جديد اللي هو H وهكذا مرة ومرتين وثلاثة. إذا هاي صارت عندي هاي التفاعلات الإنزيمية عبارة عن شنو؟ عبارة عن سايكليك. شو المقصود بالسايكليك؟ ما تنتهي تستمر ما دام عندي A أني إذا أنت ممكن تتفاعل ويا G وبتفاعل التفاعلات الإنزيمية تعطيني البرودكت ويرجع يتكون لي G. هذا G ممكن إنه ياخذ مولكيول جديدة من الA ويعطيني B وهكذا مستمرة العملية كلها. التفاعل النوع الآخر اللي نشوفه إحنا إنه سبايرال. شو المقصود بالسبايرال؟ إنه أنا عندي مركب A، A تفاعل ويا B، B تفاعل ويا C، عفوا A طاني B بتفاعل إنزيمي، B طاني C بتفاعل إنزيمي ثاني، C طاني D بتفاعل إنزيمي ثالث، D انطاني مثل الA لكن ايش بيه؟ لكن هذا اي غير يفرق عن هذا الاي مثلا منقوص على ذرات الكربون. بس ثواني بقى يلا اسف. الان نرجع نقول مثلا دكتور إذا كان عندي 10 ذرات كربون من الأي. نعم العفو. أدرى المقاطعة بس أنا من شعبة البي ما قدرت أحضر الصباح، راح أحضر هسه وأسجل حضور عادي مو؟ ماكو إشكال يعني. تمام شكرا. نعم نرجع هنا، إذا كان في نفرض هنا عندي هنا 10 ذرات كربون فات بسلسلة من التفاعلات بحيث بالأخير نقصد على ذرات الكربون صارت 8، يفوت بنفس السلسلة من التفاعلات وتنقص أيضا 2 من عندها صارت 6، ويفوت بنفس السلسلة تصير 4، ويفوت بنفس السلسلة تصير 2 وهكذا لا ينتهي التفاعل. إذا أنا هاي السلسلة صارت عبارة عن شنية؟ عبارة عن سبايرال. شنو؟ حلزوني. كل مرة بديت بماكروموليكيوز كبيرة وبديت شوي شوي تقل تقل عندي، بس هي نفس التفاعلات مرت بيها، يعني A طاني B C D ومن ثم A برايم طاني B و C و D برايم ذني كلهم، بعدين A دبل برايم طاني A دبل برايم B دبل برايم C دبل برايم و D دبل برايم وهكذا إلى أن ينتهي التفاعل ماتي. بس لو لاحظ شكل التفاعل هنا ماتي شنو سميناه؟ شنو؟ سبايرال. شنو سميناه؟ سبايرال. إذا عرفنا الآن أني من التفاعلات الإنزيمية اللي حشاهدها أمامي بالميتابوليزم لحلقة بيها شنو عدة أنواع: لينير وبرانش وسايكليك وسبايرال. طبعاً والبرانش نقسم إلى قسمين، برانش ممكن من عدة مكانات عدة متفاعلات رياكتورز ينطيني برودكت واحد، وفي بعض الأحيان بالعكس عندي أني أبدي برياكتنت واحد أو اثنين وأوصل شنو؟ أوصل إلى أكثر من برودكت مثل ما شفنا قبل شوي. نعم
ننتقل الى ايضا على الانزيمات مالتنا. الان مالتي انزيمز الان سيستم arranged into a different metabolic pathway. الان هاي الانزيمات مالتي شبيهة راح تتفاعل وتنطيني شنو؟ تنطيني مختلف يعني اشكال مختلفة من التفاعلات الانزيمية. بالنسبة للاول enzymes loosely held together diffusion of intermediate to other enzyme. الان عندي انزيمات على سبيل المثال هنا بالاي عندي انزيم يرتبط بانزيم ثاني يتفاعل ويا السبستريت للوصول الى شنو؟ يعطيني برودكت الاول. الان هذا البرودكت الاول يتفاعل ويا انزيم ثاني على مود يعطيني برودكت الثالث. الان هذا البرودكت الثالث هو يعتبر سبستريت للانزيم رقم 3 يعطيني برودكت 4. الأربعة هو سبستريت للبرودكت 5 البرودكت 4 يعطيني للانزيم 4 يعطيني برودكت 5. الخمسة هو سبستريت للانزيم 5 حيعطيني شنو؟ يعطيني برودكت النهائي اللي انا اريده. وتنفصل عندي شنو؟ تنفصل عندي جزء السبستريت اللي كان موجود عندي وهكذا يرجع مره ثانيه يرتبط بالانزيم رقم 1 ويستمر عندي العمليه. هذا عندي نوع. النوع الثاني انا ما عندي انزيم واحده يشتغل، كل انزيم يشتغل بيتفاعل ويعطيني سبستريت. لا، انا عندي كومبلكس ملتي انزيم كومبلكس تايتلي اسوشيتد مرتبطه بقوه انترميديتس شانل from one active site to other site. الان substrate يتفاعل ويا الانزيم الاول، هو الانزيم الاول راح يتفاعل حيكون لي انزيم او يسوي لي active للانزيم الثاني، الثاني يسوي لي active للانزيم الثالث، يسوي لي active للانزيم الرابع، يسوي لي active للانزيم الخامس. الان بارتباطهم بالsubstrate راح يعطيني البرودكت اللي انا اريده. اذا هذا اللي صار عندي هو عباره عن شنو؟ اني multiple او multi enzyme كومبلكس، مو انزيم واحد. خمستها او اربعتها او على حسب العدد مالتها كلها اشتركت سويه على سبستريت واحد لانتاج شنو؟ لانتاج البرودكت. بينما الحاله الاولى اني كل انزيم استخدم سبستريت شنو؟ مختلف. هذا الثاني واحد استخدم غير سبستريت لانه البرودكت مال اول وهكذا. النوع الثالث ملتي انزيم سيستم ان ا ممبرين. الان عندي سيستم من الانزيمات. نعم زين، هو السبستريت هسه مرتبط بالانزيم الاول، من راح يطلع قاب راح يطلع نفسه بالاي مثلا ارتبط اي بالانزيم الاول من يطلع إيه؟ لا انا طلع لي برودكت الان، بس هذا البرودكت اعتبرناه سبستريت تمام للانزيم 2 بالبي. لا بالبي الان خمستهم كومبلكس، يعني الاي الانزيم الاول حيشتغل على السبستريت والانزيم الثاني على السبستريت والثالث على السبستريت والرابع والخامس، خمسه تشتغل على نفس السبستريت يلا يعطيني البرودكت مالتي. لان هو السبستريت هسه مرتبط بالانزيم الاول، يعني ما راح يتغير شكله من يروح للانزيم الثاني. هو يصير تفاعلات بس ما تصير ما لم انه يصير عندي كومبلكس من الانزيم. تمام، مو هو انزيم واحده دي يشتغل عليه، هاي الكومبلكس كلها تشتغل على السبستريت وتعطيني النتيجه مالتي. فش حيعطيني؟ يعطيني البرودكت النهائي. بالنسبه للنقطه الثالثه اللي هو ملتي انزيم سيستم ان ا ممبرين، عندي بالممبرين نلقى هنالك مجموعه من الانزيمات ايضا تشبه الكومبلكس مالتي، لكن هي وذن شنو؟ وذن ذا ممبرين اللي نتكلم عليه وين؟ بالسيتوبلازم. الان التفاعل مالتي سبستريت خارج الخليه، التفاعل وين يصير؟ يصير بالانزيمات الموجوده وين؟ على جدار الخليه، وينطيني البرودكت ايضا خارج الخليه. اذا هي ايضا ملتي انزيمز، اكثر من انزيم واحد، سيستم كامل يعمل على برودكت من خارج الخليه
وينطي الناتج مالته وين اذا خارج الخليه، بينما بالحالتين الاول والثاني وين كان عندي السبستريت داخل الخليه والنتيجه للبرودكت مالتي وين ايضا داخل الخليه. وهاي امرين مهمه تفيدنا ايضا بنلاحظ مستقبلا بالتفاعلات بالميتابوليزم ان شاء الله. دكتور؟ نعم. بس بالنسبه للنوع الاول اللي حضرتك مو قلت ان السبستريت يرتبط ويا الانزيم الاول وبعدين يطلع برودكت، يعني هو ليش يعتبر سبستريت؟ هو حضرتك قلت هو يعتبر برودكت، ليش يطلع سبستريت ومن يرتبط ويا انزيم ثاني؟ لا هو طلع برودكت، بس هذا البرودكت طلع هو يعتبر سبستريت لانزيم ثاني. يعني هي ليش يعني كل هاي يعني حد ما يطلع البرودكت النهائي ليش مو هو قبل اعتبر البرودكت النهائي؟ يعني ليش هذا اوكي هسه سؤال لي شويه لا بس انتظريني راح نقول ليش احنا نسوي هاي التفاعلات الانزيميه اللي هي كل ساعه يطلع برودكت ويعتبر سبستريت ويطلع برودكت ويعتبر سبستريت وبرودكت وهكذا. بس صبري لي فد خمس دقائق في سلايدين ثلاثه وحاشرح لك اياها بالضبط. اوكي يعني تمام ممنون. نجي هنا عندنا تو بارتس بالميتابوليزم. الميتابوليزم احتمال يصير عندي يا اما كاتابوليزم اللي هي عمليات الهدم، او الانابوليزم اللي هي عمليات شنو البناء. طبعا بالكاتابوليزم اللي هي ديجريديتيف باي ذا واي عاده جنريتنج انرجي بيها فروم ماكرو مولكيولز، وراح يصير عندي عمليه فورميشن ناد اتش وفاد اتش 2 والاي تي بي. طبعا مستقبلا احنا نريد الطاقه مالتي هي اي تي بي، بس الناد اتش والفاد اتش 2 راح تستخدم اثنيناتها شبيهة تستخدم لانتاج الاي تي بي. بالانابوليزم هي بايوسينثيسيس، انه انا ارجع شو اسوي؟ ابني الماركيوز مالتي سينثيسايزنج مولكيولز اند بوليمرز ذات ميك اب ذا سيل. بس هنا من اريد ابني راح احتاج الى انه اصرف طاقه للبناء، فراح استخدم الناد اتش ناد بي اتش الفاد اتش 2 واستخدم ايضا شنو الاي تي بي مالتي. هذا ملخص بين لي انه الكاتابوليزم هو الماكرو مولكيولز، بالكاتابوليزم تحرر لي طاقه ونوصل الى شنو الى البندق بلوكس مالتي. هاي البندق بلوكس ممكن مستقبلا تستخدمها بالانابوليزم لانتاج ماكرو مولكيولز معين، بس ما اقدر وحدها ما لم شو اسوي استخدم طاقه معها للحصول على شنو ماكرو مولكيولز، وهاي هي الدوره الموجوده عندنا داخل تفاعلات مالتنا بالخليه. تعرفون كل زين انتم من نيوترينت ناخذ الغذاء الان ب استخدام الاي دي بي اي دي بي حيصير عندي عمليه كاتابوليزم للاكل مالتي، راح نحصل الويست برودكت تطلع ما احتاجها واحصل على الطاقه اللي هي ضروريه للخليه. وبنفس الوقت اذا انا عندي بريكورسرز وبوجود هذه الطاقه ممكن ابني برودكت اللي اريده ويرجع عندي الاي دي بي، ممكن انا اتفاعل ويا بقيه الاغذيه بقيه المكونات الماكرو مولكيولز وهكذا تستمر عندنا الدوره. النقطة المهمة إن شاء الله في هذا الكورس أريدكم تركزوا لي على هاي الجداول اللي أنا مسويها باللون الوردي. كل ما تشوفون هاي الجداول خلوا بالكم هاي هي ملخص لكل ما موجود ما نوضحها سابقا، وإش قد ما أنتم تحفظون هاي الجداول اللي باللون الوردي قد ما أنتم تصيرون مسيطرين على المادة مال الميتابوليزم. الان انا مود الخص ما قلناه الكاتابوليزم الفروقات ما بين الانابوليزم. الان الكاتابوليزم leads to degradation of biomolecules overall processes of chemical oxidation and formation of reduced factors of NADH NADPH and FADH2 release of a chemical energy exergonic and production of ATP from ADP, convergence of pathways. هاي الأربعة قابلها بالأنابوليزم، هاي بالهدم، بالأنابوليزم بالبناء
ايش حنسوي هناك؟ كنا ايش نسوي ديجريديشن للبايو مولكيولز، هنا ايش حنسوي؟ سينثيسيس اوف بايو مولكيولز. هنا اوفر اول بين البروسيس اوف كيميكال ريدكشن اند فورميشن، هنا كان عندي كيميكال شنو؟ اوكسيديشن، انا بدي اكسرها. هنا انا كيميكال ريدكشن اختزلها على مود شو اسوي؟ على مود اسوي فورميشن اوف شنو؟ اوكسيدايزد. هنا كان عندي شنو؟ ريديوسد كوفاكتور اللي هو ناد بلس، ناد بي بلس اند فيل. ريكويرمنت فور انرجي انبوت اندرجينيك اند يوز اوف اي تي بي. هنا طبعا برودكشن اوف اي تي بي، هنا يوز اوف اي تي بي اند داي فيرجنس اوف شنو؟ اوف باثواي. فهذه نقاط مقارنه بين الكاتابوليزم والانابوليزم. الان من ملاحظاتنا ايضا نشوف ان الميتابوليزم ميتابوليك باثواي ار سيكونس اوف شنو؟ اوف رياكشن. الميتابوليزم انكلود اول انزيم رياكشن، شن اول انزيم رياكشن. Metabolism can be subdivided into branch. ممكن انه ينقسم الى شنو؟ الى فروع. طبعا نحن هنتكلم عليه ان شاء الله. هنتكلم عن الميتابوليزم مال كربوهيدرات، هنتكلم عن الميتابوليزم مال ليبيد، وان شاء الله نتكلم عن الميتابوليزم مال الامينو اسيدز. ذني ثلاثه هي الاساسيه او البروتينات طبعا هنا بالامينو اسيدز، لانه احنا ناخذها بالغذاء ونشوف شلون حتصير عندي عمليه تكسيرها وشلون ممكن انه انا استفاد من الماكرو مولكيولز مالتنا. الان قبل شوي تكلمنا انه شو نريد نحصل، نريد نحصل على الاي تي بي. الان شلون نحصل على الاي تي بي؟ وشنو هو الاي تي بي؟ ولوش الاي تي بي يعتبر الان يعتبر هو الطاقة تحتاجها الخلية؟ أحد يعرف ليش الـ ATP هو هي الطاقة للخلية؟ نعم دكتور. ليش؟ لأن هي الأدينين مرتبطة بسكر، فهو السكر نستخدم من إنتاج طاقة. لا مو هذا الجواب صحيح. أحد يعرف شيء آخر؟ زين الان خلينا نشوف، لو نلاحظ نشوف كده. energy derived from metabolic fuels is a largely recovered in the form of ATP. هذا كلتنا نعرفه، كلتنا ندور على ATP احنا. pathways of catabolism release free energy that is captured as ATP. pathways of catabolism، pathway بالهدم قاعد تحرر لي طاقه اللي هي شبيهة راح تكون على شكل ATP. ATP هو أدينوسين ترايفوسفيت، يعتبر main source مصدر رئيسي للإنرجي of the body not stored تبهو but used up rapidly and resynthesized. ممكن أستخدمه بسرعة، ممكن شو أسوي؟ أعيد صناعته أيضا مرة ثانية. common to the both aerobic with oxygen and anaerobic without oxygen organism. بالثنين بالطرق بوجود الاكسجين وعدم الاكسجين هو الاي تي بي نفس الشيء. انتبه عليه، فوسفو انهايدرايد بوند ار انرجي ريتش. اذا الطاقه من تجيني؟ انتبه عليه قبل شويه جاوبتني، من الفوسفو انهايدرايد بوندز. ريليز انرجي وين بروكن. عرفنا هسه من تجيني الطاقة بالـ ATP؟ مو من السكر مثل ما قلت لي. مين؟ من الفوسفو انهايدرايد بونز اللي هي أمامكم. هذا هو المركب مال ATP، هذا هو الأدينوسين، هذا هو الأدينوسين، أو لا هذا نعرف من هنا يبدي، هذا هو الأدينوسين، هذا هو الأدينوسين. اوكي الان هذا الادينوسين
بمجموعة فوسفيت وحدة سميتها أدينوسين مونوفوسفيت، بمجموعتين فوسفيت سميتها أدينوسين داي فوسفيت، بثلاث مجاميع فوسفيت سميتها أدينوسين تراي فوسفيت اللي هو الاي تي بي ماتي. الآن عملية كسر مجموعة فوسفيت، مجموعة فوسفيت يا مجموعة فوسفيت انهايدرايد فوسفيت ياهو انهايدرايد فوسفيت ياهو انهايدرايد فوسفيت اللي هي عبارة عن بي او بي، بي او بي عملية كسر هاي الآصرة بي او بي، هاي تكون شبيهة غنية بالطاقة، منكسرها راح تنطيني طاقة للخلية. فإذا كسرت الاي تي بي وكسرت أول مجموعة فوسفيت من عندها يحول إلى شنو؟ اي تي بي يتحول إلى اي دي بي. وإذا كسرت الثانية من الاي دي بي، من الاي دي بي ايش حيتحول؟ إلى اي ام بي. واضح عيني؟ عرفنا من جت الطاقة مالتي عن طريق كسر الفوسفو انهايدرايد بوند اللي هي شنو موجودة بالاي تي بي؟ عندي آصرتين من الفوسفو انهايدرايد بوند اللي هي عبارة عن بي او بي، بي او بي. أما موضوع السكر هذا هو جزء من تركيب الأدينوسين، السكر الموجود هو شنو؟ هو جزء من تركيب الأدينوسين. اوكي، قبل شوي زميلتكم سألتنا قالت ليش اليوم التفاعلات مالتي بيها سبستريت والسبستريت ينطيني هذا بسبستريت بإنزيم الأول ينطيني برودكت واحد، بعدين هذا البرودكت الواحد هو راح نسميه حيصير هو سبستريت ثاني يعتبر للإنزيم رقم اثنين ويعطيني برودكت الثاني، وهذا الشيء يعتبر يعتبر سبستريت بي ثالث ويعطيني برودكت الرابع الثالث وهكذا. زميلتكم سألت ليش تصير هاي العملية؟ احنا الآن خلينا نجي نشوف الخلية تريد تحرر طاقة، بس هاي الطاقة اللي تريد تحررها طاقة قليلة مو طاقة هواية. على سبيل المثال أنا عندي جلوكوز، تفاعل عادي لجلوكوز ويا الـ O2 ويا 6 O2 هيتكسر يعطيني 6 CO2 زائد 6 H2O. إذا التفاعل مباشرة صار بدون التفاعلات الإنزيمية مباشرة، يعني ماخذ المسلك اللي على اليسار، كمية الطاقة تطلع لي شبيهة طاقة كبيرة. لكن أنا إذا أخذ جلوكوز وفعله ويا الأوتو وأفوته ويا مالتي ستيب أكثر من إنزيم 1 2 3 4 5 6 للوصول إلى CO2 H2O بالأخير، وكل مرحلة كل مرحلتين ممكن تنطيني جزء من الطاقة، جزء من الطاقة، جزء من الطاقة، جزء من الطاقة للوصول إلى الطاقة النهائية الكبيرة. إذا الخلية عندما تريد طاقة بمقدار قليل ما تسلك هاي هذا الطريق. ليش؟ لأنه هذا الطريق إيش راح يسوي لها؟ راح ينطيها طاقة هواية تستفاد هي من جزء من الطاقة، والطاقة الباقية شبيهة useless ما تحتاجها، بمعنى الخلية اشتغلت بشغلة هي ما تريدها أكثر من حاجتها، بينما هي مصممة الخلية بأنه من تريد شيء تاخذ على قد الحاجة مالتها، ما عندها خزن، ما عندها يعني أي طاقة طلعت ما راح تاخذها تروح تخزنها وتقول أنا استخدمها بعدين. إذا هي ليش دا تكسر كل الجلوكوز وهي تريد شوية من الطاقة مالتها؟ فش يسوي؟ يفوت بمجموعة سلسلة من الإنزيم تفاعلات طويلة، وهاي التفاعلات شبيهة بيها يسوي كنترول لها التفاعلات الإنزيمية.
فإذا احتاج طاقة بمقدار واحد، خلينا نقول هاي الطاقة واحد وهاي اثنين وهاي ثلاثة وهاي أربعة، وهاي هي طاقة أربعة كلها كاملة total يعني. الآن إذا مقدار واحد فتفوت بهذا المسلك ومن توصل لهنا توقف. بعد ما تحتاج تسوي اثنين وثلاثة وأربعة، لأنه نرجع نقول هي متري طاقة هواية وبتخزن، ما عندها مكان للخزن لها للطاقة، ولا تسوي طاقة وتشمرها ما تحتاجها، هي تسوي تفاعلات للحصول على الطاقة الكافية لها. ما كفتها هنا تستمر إلى أن توصل هنا توقف التفاعل، تقول هاي الطاقة زاد هاي الطاقة كافية لي، إذا ما أحتاج أنا أكمل الأخير، وهكذا تستمر للحصول. بهاي الطريقة الباثوي ما تشبي controlled، كل شوي يعني أقدر أوقفه أقدر أشيكه حسب حاجتي وأنهي الموضوع من الطاقة. بينما بهاي الطريقة إذا كانت خطوة واحدة رأسا جلوكوز ينطاني CO2 H2O، فش لح يصير انتج لي طاقة لكن طاقة هواية وما أقدر أسيطر عليها، أنا متأقسم وأخذ جزء من الطاقة ما أخذ الطاقة كاملة مثل ما هو دي ينطيني إياها. واضح؟ واضح طلاب؟ واضح دكتور. نعم دكتور. نعم دكتور. هسه فهمتيني أنا ليش قلت لك انتظريني شوية؟ هنا إيش عندي؟ عندي كنترول للتفاعلات. هاي الخطوة ما عندي كنترول، uncontrolled composition. نجي نشوف multiple step pathway permit control of energy input and output. يعني multiple step pathway. الكاتابوليك multiple step pathway provide energy in a smaller stepwise، تنطيني طاقة شقد كمياتها صغيرة، بينما uncontrolled كميتها رأسا كبيرة. Each enzyme in a multi-step pathway usually catalyzed only one single step in the pathway. ممكن أني هاي الطريقة أقدر شو أسوي؟ أوقف control، أقدر أسوي له عملية control، أوقفه أمشي. Control point occur in a multi-step pathway، شو أسوي لي؟ عملية تنظيم للإنتاج مالتي. For example regulation or by reversible phosphorylation. الآن protein kinases phosphorylate enzyme زاد ATP ينطيني. Protein phosphatase removed phosphoryl group. يعني شنو؟ يعني أنا ممكن يصير عندي reversible pathway باتجاهين معينة. الأول protein kinase phosphorylate enzyme ATP. يحتاج إلى ATP. Protein phosphatase remove الphosphate group وعليه، فأنا شو أقدر؟ أقدر أسوي عملية regulation للتفاعل مالتي، لأنه أقدر مرة أزيد بمشي بهالاتجاه ومرة أمشي بها بهالاتجاه. أما اللي هو ماشي باتجاه واحد ما أقدر أسوي العملية regulation. Metabolism is a highly regulated to permit organism to respond to changing condition and most pathway are فيها irreversible. فإذا هنا إذا أوقفها two way ممكن شو أسوي؟ أوقف وهكذا حسب الشغل وحسب الإنزيم ماتي، وهسا نشوفها مستقبلاً. إحنا هاي كلها نتكلم أنا مود نفهم التفاعلات الإنزيمية مالتنا. طبعاً single step versus multi step مقارنة اليمنى واليسرى. A multi step enzyme pathway release energy in a smaller amount that can be used by the cell. وهذا نحن قلناها إنه أنا أحتاج يتحرر لي طاقة بكميات قليلة، يوم ما الخلية تكتفي وتقول كافي بعد ما لي الطاقة توقف شغل. بينما single step اللي هي مرة واحدة تصير uncontrolled، مرة واحدة تعطيني طاقة هواية الخلية أخذت شوية والبقية وين توديها؟ ليش هالصرف بالطاقة وأني ما أحتاجها؟ أنا فقط الخلية تسوي الأمور اللي هي تحتاجها فقط. نعم أكو سؤال؟
الآن ميتابوليك باثوي، ميتابوليك فيول، من نجيب احنا الطاقة مالتنا؟ راح نجيبها من ثلاث طرق، يا اما من الكربوهيدرات، يا اما من البروتين، يا اما من الفات. الآن عدد الكربوهيدرات تنطيني فقط انرجي، من كسر الكربوهيدرات تعطي فقط شنو؟ انرجي. من كسر البروتين تعطينا امينو اسيد اللي ممكن اصنع بيها بروتينات اخرى، وايضا تعطيني شنو؟ تعطيني انرجي. من كسر الفات اللي هو ترايسايد جليسرول بروبايد هتعطيني انرجي، اند اوسو تعطيني شنو؟ ليبيدز اللي هو تفيدنا وين مستقبلا؟ بالممبرين سينثيسيس، تفيدنا وين؟ بالممبرين سينثيسيس. الان ثلاث مراحل اوف ميتابوليزم، حنركز فقط على الكاتابوليزم. المرحله الاولى بريك داون اوف ماكرو مولكيولز انتو ا بيلدينج بلوك، اول شيء هاي المرحله ايش راح تسوي لي؟ تكسر لي الماكرو مولكيولز مالتي، اذا بروتين الى امينو اسيد، جلايكوجين او ستارش الى جلوكوز، ترايسايجليسرول الى فاتي اسيد. عاده فيرجوالي نو يوسفل انرجي از ريليست، ماكو عمليه تحرير طاقه هنا، بس الفائده من عندها شو تسوي لي؟ بريبيرنج سبستريتس اللي هي هاي البولدنج بلوكس مالتي فور نيكست ستيج، للمرحله اللي وراها. المرحله الثانيه حتصير عمليات اكسده للامينو اسيد فاتي اسيد اند مونو ساكرايدز اوكسيدايز تو ا كومن انترميديت. شنو الكومن انترميديت؟ اللي هو الاسيتال كو اي. ليش يعتبر كومن انترميديت؟ لو الاحظ الفاتي اسيد ممكن يتحول الى اسيتال كو اي، الجلوكوز ممكن يتحول الى اسيتال كو اي، لكن الامينو اسيد ممكن يتحول الى اسيتال كو اي. لكن ليش ما قلنا البايروفيت هو الكومن؟ ليش صار الاسيتال كو اي هو الكومن؟ لانه الفاتي اسيد ما يطلع لي بايروفيت، فاكثر واحد مشترك كانترميديت لأكسدت الأمينو أسيد والجلوكوز والفاتي أسيد هو من هو؟ هو الأسيتال كو أي. الآن all building blocks converge to a same pathway، بعدها شو تسوي؟ كلها تفوت pathway واحد. Some energy is released also small energy amount of energy is used. طبعا الآن لو نلاحظ هنا عندنا تكون لي ATP، هنا تكون لي جي تي بي، تكون لي اي تي بي هنا وغيرها، بعد عندنا ناد اتش والفاد اتش، كلها ممكن انه فاد اتش ممكن كلها تكون لي طاقه. فاذا على مود تصير عمليه تكسر، على مود تصير عندي عمليه تكسر ماتي للماكرو موليكيولز، ايش احتاج؟ احتاج الى انه اصرف شويه من الطاقه ماتي، ما يخالف خلاص اصرف شويه، وبعدها شو اسوي؟ راح احصل على طاقه اكبر، الربح مالتها او المحصل مالتها انه اني محصل طاقه. خلوا بالكم ما اقدر احصل على طاقه ما لم شويه ما اصرف على طاقه. يعني احنا كلتنا الان ماكو واحد بينا تجي فلوس اذا ما يشتغل، ومن دا اشتغل معناها دا اسوي؟ أنا دا أخذ من وقتي، دا أخذ من مجهودي، أشتغل ساعات أكثر على ما تجيني شنو؟ فلوس أكثر، ربح أكثر. نفس الشيء هنا أنا على مود أحرر طاقة، أول شيء لازم شو أسوي؟ أصرف طاقة شوية، أنشط الموضوع، وبعدها شو أسوي؟ أخذ الربح، الربح مالتي أكثر من اللي صرفته، إذا أنا ربحان الطاقة. فبتخلوا بالكم. نعم. بس هي عملية تكسير من يعني الجزيئات مهما تحتاج الطاقة؟ إيه هو ده أقول تحتاج طاقة. اليوم أنا ابتداءً أول ما أبدي أنا هنا أنا لحد شو أسوي؟ أصرف طاقة، بس الطاقة اللي أصرفها طاقة قليلة، أصرف 2 ATP، والمحصلة النهائية بالأخير أحصل على 30 ATP. إذن أنا ربحان لو خسران؟
ربحان ربحان، بس مع العلم انه انا بديت بيش بصرف، فاذا اذا ما اصرف شويه، اذا ما ابذل مجهود شويه، ما تحصل بالاخير. هاي هي الفكره، انه لابد من انه اكو ببدايه صرف، ومن ثم شنو تحصل على الطاقه الفائضه. هاي الطاقه المحصله مالتها هي حتكون شنو؟ ربح الى الخليه مالتنا. عموما هذا الموضوع كله ايضا حنتكلم به مستقبلا ان شاء الله. وهاي داخل الخلايا بوجود اكسجين لازم؟ نعم، وهاي تكون داخل الخلايا بوجود الاكسجين، بوجود الاكسجين بعد وجود الاكسجين ما عندي اشكال اني. اذا ماكو اكسجين يعني لازم، اذا ماكو اكسجين يعني لازم الخليه تشتغل، لازم تؤدي وظيفتها. والناتج هم يطلع هيك عدد هواي من الاي تي بي؟ طبعا طبعا الناتج مو بنفس العدد، مو بنفس الكميه، الناتج ما راح يكون نفس الكميه. هسه نرجع نقول انت اكيد رياضي وتلعب طوبه او تسوي تمارين رياضيه، من تستهلك الاكسجين بالاخير تشنج عضلاتك، مو صحيح؟ صحيح. زين، من شنجت عضلاتك يعني وقفت؟ لا، هي تستمر، بس انتاج الاكسجين وانتاج الطاقه ايش بيه؟ صار قليل، بس مو معناها هي ماتت. والدليل ورا شويه تريحها ترجع شبيها العضله تشتغل وطبيعي، تعطيها الاكسجين ترجع لانتاج الطاقه الكميه تحتاجها هي. طبعا لكل واحدة لها تفاعلاتها الخاصه وطريقه والباث واي اللي يفوت بيها. اوكي يعني تمام. نعم، الان المرحله الثالثه قلنا الساعه عشان عندنا المرحله الاولى هاي، والمرحله الثانيه هاي، والمرحله الثالثه اللي هي شنو؟ اسيتال كو اي انتر ذا تي سي اي سايكل، هاي المرحله الثالثه. شو يسوي لي هنا؟ اوكسيدايز فوردر تو سي او 2، راح ينطيني الناتج مالتي شنو؟ سي او 2 ذا اند برودكت اوف ايروبيك كربون ميتابوليزم reduced NAD H and FAD H2 from give up their electron are oxidized and the electron are transported through proteins and other molecules to oxygen which is reduced to water. بالأخير راح ينطيني شنو؟ ينطيني ماء بالأخير. طبعا هذا الماء من يجي، هذا ده يجي من NAD H والFAD H2، ده ينطيني الكترونات مالته بوجود الاكسجين بالميتوكوندريا. ايش راح يسوي لي؟ راح يحرر لي اخر شيء ناتج نهائي الماء اللي احنا قبل شوي قلنا، مثلا جلوكوز زاد الاكسجين راح يعطيني سي او 2 زاد الماء. The produce of proton flow، يعني الان الناد اتش والفاد اتش 2 راح يعطيني كميات كبيره من البروتونات and a transmembrane potential. The energy potential process across the membrane is coupled directly to ATP synthesis. وعليه ايش راح يسوي لي؟ كميه البروتونات الناتجه من الناد اتش والفاد اتش راح ترتبط ويا الاكسجين وترتبط ويا البروتينات من الممبرين من الميتوكوندريا، على مود ايش يسوي لي؟ تحرر لي بالاخير شنو؟ ATP. مين تحرره؟ من ال ADP. تحرره من ال ADP. ADP ويا PI فوسفيت وجود البروتونات حيعطيني شنو؟ حيعطيني ATP. الآن هذا البروسيس أيضا نتكلم احنا الآن عليه، يسموه هو الالكترون ترانسبورت تشين، اللي هي سلسلة نقل الالكترونات أور أند أوكسيديتيف فوسفوريليشن أو الفوسفوريتيكسيدية. فمن نتكلم الآن بالالكترون ترانسبورت تشين أو الفوسفوريتيكسيدية، شنو المقصود بيها؟ هي عملية إنتاج الطاقة الـ ATP من الـ NAD H ومن من الـ FAD H2. وأيضا نرجع نقول هذا الآن اللي نتكلم به هو ملخص، بعدين حنتكلم به إن شاء الله بالتفاصيل بحيال الله. هذا ثلاث خطوات قلناها وين؟ بالكتابوليزم. بالأنابوليزم أيضا أكو ثلاث خطوات على مود أبني الماكرو موليكيولز ماتي، كاركترايز باي دايف برانش نوت كونفرجنس، يعني الان على مود تلتحم البرانش قبل شويه قلنا عليها، فبالالتحام غير بالتفكك مالتي. نوت سمبل ذا ريفرس اوف ذا كاتابوليزم، مو بنفس السهوله اللي هي مال الهدم، وانما الانابوليزم يحتاج لتفاعلات اضافيه ويحتاج لطاقه اضافيه في سبيل انه انا شو اسوي؟ ابني
جزيئة جديدة موجودة عندي داخل الخلية، أيضا هنتكلم بيها إن شاء الله مستقبلا. مثل ما قلت لكم قبل شوية، إحنا هاي المركبات هاي الجداول كلش مهمة. الآن عندنا أعتقد دكتورة صبا شرحت لكم إنه أو دكتورة صبا شرحت لكم على ال six main types of chemical reactions اللي هي oxidation reduction, oxidoreductase, transferase, hydrolase, lysase, isomerase and ligase. الآن نحتاج شو نسوي؟ نحتاج أن نفهم كل نوع من هالأنواع، لأنه فهمنا للإنزيم نقدر نعرف شو راح يصير بالمولكيولز، نقدر الآن نعرف الناتج مالتنا. فهذا الإنزيمات جدا مهمة تحفظون الكلاسات مالتها. دكتور يعني نفس تصنيف الإنزيمات؟ أحسنت، هي نفس تصنيف الإنزيمات، بس أنا حصنفها الآن على ضوء ما أنا أريد أشرحها بالميتابوليزم. يعني شنو؟ يعني تتذكرين تصنيف الانزيمات اخذتوا كم نوع اخذتوا؟ 6 مو صحيح؟ نعم دكتور. اللي هي الاكسيدو مثل ما قلنا الاكسيدوريدكتيز ترانسفيريز هيدروليز لايسيز ايزوماريز اند لاجيز. الان هذا التصنيف اذا انا افتهمت هو شنو، من اجيب اي تفاعل انزيمي بالخليه احط لك الانزيم تعرفين انت اوتوماتيكيا ايش راح يصير بالسبستريت وشنو البرودكت اللي حيطلع لي، او العكس اذا انا اعطيتك انتاجج سبستريت وانطيتك برودكت حطيت لك سهم وقلت لك شنو نوع التفاعل مالتي، على ضوء التفاعل تقدرين تميزين شنو نوع الانزيم اللي انت تقدرين تختاريه وتحطيه بالميتابوليزم مالتك. على سبيل المثال اوكسيديشن ريدكشن اوكسيدوريدكتيز اللي هو دي هيدروجينيز، شو يسوي هذا؟ ترانسفير اوف الكترونز، ترانسفير اوف شنو؟ of electrons. ثاني واحد اللي هو group transfer اللي هو transferase، شو يسوي؟ transfer of function of a functional group from one molecule to another or within a single molecule. يعني ينقل مجموعة، على سبيل المثال مجموعة فوسفات من مكان إلى مكان آخر، أو ينقل مجموعة الفوسفات من نفس الجزيئة من موقع إلى موقع ثاني. هيدروليز هيدروليسز من اسم الهيدرو يعني عملية التحلل بوجود الماء، cleavage of bond by water يقطع البونز الأواصر باستخدام الماء، transfer of functional group to water. الآن non-hydrolytic cleavage lysis هي splitting a molecule by non-hydrolytic process بدون ما استخدم ما هنا نستخدم شنو؟ ووتر. هنا ماكو بدون استخدام الماء. الايزومريز اندر ارينجمنت، ايزومرايزيشن اندر ارينجمنت، اي ايزومريز شو تسوي لي؟ تغير لي من شكل الجزيئه مع الحفاظ على الوزن الجزيئي لها، باقي على ذرات الكربون الهيدروجين الاكسجين الفسفور باقي مثل ما هي ما يتغير، بس شكلها تغير. كانت كان عندي OH سوى عملية أكسدة لها صارت C دبل بوند O، ونفس الوقت هيدروجينات انتقلت بنفس المكان إلى جزيئة ثانية بصف هاي. إذا إيش صار عندي؟ بس الشكل سويت له إعادة ترتيب وإعادة تنظيم. أيضا حنشوف شو rearrangement of a functional group to form isomers. Bond formation using energy from ATP اللي هو شنو؟ اللي هي لايجيزز. هنا شو تصير عندي؟ هنا عملية فورميشن كربون كربون، ألحم كربون مع كربون، أسوي أصلة بيناتها and other bonds وأواصر أخرى. بس هنا شو أحتاج؟ لازم أستخدم طاقة. هنا شو أحتاج؟ أستخدم ATP. زين الآن هذا اللي قلناه كله نحن نحكي بالتفصيل شوي شوي. Oxidation reduction reactions هي reactions of catabolism are شنو؟ oxidative. Oxidation reduction reactions also known as a redox يسموها في بعض الأحيان تفاعلات الريدوكس. Amino acids, monosaccharides, lipids كلها شبيه ذني
building blocks شبيهة are oxidized in the catabolic pathway. ممكن شو نسوي لها؟ ممكن نكسدها في عملية الكاتابوليك باثوي. These substrates كل واحدة تعتبر شنو؟ substrates are relatively reduced substrate sugar or fats. Oxidizing agent العوامل المؤكسدة شو راح يصير بيها؟ راح تتقبل الكترونز. بما انها تقبلت الالكترونز اذا صار بيها اختزلت. والعوامل او العامل المختزل راح يفقد الكترونز، يفقد الكترونته وعليه فهو يتأكسد. العامل المؤكسد شبيه تقبل الكترونز وعليه شنو؟ يختزل. والعامل المختزل راح يفقد الكتروناته ويصير شنو عملية بي؟ عملية أكسدة عليه. إذن oxidation of one molecules must be coupled with a reduction of another molecule. ما تخيل عندي أكسدة إذا ما يكون عندي وياها لازم شنو؟ اختزال. ولهذا دائما شو يسموه oxidation reduction reaction. Oxidation reduction reaction. لأنه هذا إذا اختزل معناها هذا تأكسد، وهذا إذا تأكسد معناها هذا اختزل، وهكذا العكس بالعكس. هنا الأي بالحالة المختزلة تحول إلى أي بالحالة المؤكسدة. ما صار بهاي العملية، ما لم كان بي بالحالة المؤكسدة يتحول إلى بي بالحالة المختزلة. فكل تفاعل أكسدة واختزال جزء من عنده عامل مؤكسد وجزء من عنده عامل مختزل. العامل المؤكسد يختزل والعامل المؤكسد مختزل شي يصير به يتأكسد. أنا مود نحفظها. Oxidation is lose of electron. Oxidation is lose of شنو؟ of electron. بينما reduction is gain، يحصل على electrons. ينطون مثال بسيط. CO2 بالريدكشن بالسانلايت ريدكشن، وهذا غير محبذ انفيرابل، يتكون لي كربون اوف مونوساكرايد. لكن بالاكسده مالته وهو محبذ هذا يرجع تكون لي CO2، بس يحرر لي شنو؟ يحرر لي طاقه. أولاً هو هذا مثال توضيحي. على مود نفتهم شو كت هذا التفاعل هو دي يصير أكسدة، شو نعرف تفاعل دي يصير عندي أكسدة وشو كت دي يصير عندي اختزال. وهاي شوية نقطة مهمة أريدكم شوية تنتبهون عليها. Oxidation and reduction reactions always occur together. قالوا شوية قلنا لابد إنه اثنيناتها تكون الأكسدة والاختزال تكون تحت سوية. Because the electron that are donate اللي الإلكترونات اللي تنطى from one compound من مركب واحد must be received، اكو مركب ثاني شبيه يستقبله. This is why redox reaction are said to be the product of two half reaction. يعتبر مرات يسموه انه هذا يعني اثنين two half، نصين تفاعل، جزء بي اكسده جزء بي اختزال. The oxidation half reaction and the reduction half reaction. Two simple rules identify the players in carbon compound. الآن انتبهوا علي كل زين، هنتكلم عضوية. شلون نعرف عملية الأكسدة صارت عندي؟ Oxidation has occurred if molecule has lose hydrogen from carbon. Lose hydrogen from carbon. الآن هذا المثال أمامكم. CH3CH2OH. هنا نجد عندي ثلاثة هيدروجين، وهنا نجد عندي اثنين هيدروجين، وهنا عندي هيدروجين واحدة. الناتج سويت لعملية أكسدة وحولت الإيثانول حولته إلى ألديهايد. الآن حولته إلى ألديهايد استالديهايد، صار عندي ثلاثة H فقط.
وبقت عندي شقد 1 اتش وفقدت الـ فقدت الاتش الثاني. اذا شقد اني خسرت؟ كم هيدروجين مرتبطه وين؟ مرتبطه بهذا هنا كان عندي هيدروجين مرتبطه بالاكسجين، يعني هنا مرتبطه بالكربون. كم هيدروجين مرتبطه بالكربون؟ كان عندي 1، كان عندي هنا 2 مرتبطه، صار عندي شقد؟ صار عندي بس 1 مرتبطه. اذا صار عندي لوز للهيدروجين؟ نعم صار عندي لوز للهيدروجين. اذا التفاعل هو شنو؟ تفاعل اكسده. واضح لو اعيدها؟ واضح. واضح. نجي نقطة ثانية. Oxidation has occurred if molecules gain an oxygen. شو يسوي؟ يربح oxygen and or if the number of carbon bonds to oxygen increase. شوف هذا المثال أمامنا. أنا عندي هنا إيثانول CH3CH2OH. أوكي؟ حولته إلى حامض كربوكسي أسيتيك أسيد CH3COOH. الآن خلينا نشوف جد عندي عدد الأواصر كربون أكسجين بهذا المركب. أنا سجل هنا رسمة على مود تشوفون بوضوح. الآن عدد أواصر كربون هيدروجين كربون أكسجين إيش قد هنا عندي؟ كم واحد بين الكربون والأكسجين؟ كم واحد عندي؟ واحدة. أواصر واحدة. زين من جيت الآن سويت الأسيتيك أسيد أكسدتل هذا المفروض. المفروض ما نقول أكسدنا لأنه إحنا نريد نستنتج إنه صارت أكسدة أو لا. بس احنا نعرف انه هي عملية اكسدة. الان كم عاصرة عندي كربون اكسجين صارت؟ ثلاثة اواصر. زين نجي هنا نشوف جد عدد ذرات الاكسجين كان عندي هنا واحدة. كم اكسجين صار عندي هنا؟ اثنين. إذا في الحالتين هم عدد ذرات الأكسجين عندي ازدادت وهم عاصرة كربون أكسجين ازدادت من الوحدة للثلاثة هنا، وعليه بيعتبر هذا التفاعل شنو؟ تفاعل أكسدة. إذا أريد أشوف الاختزال، طبعا الاختزال ضد عكس هذا الموضوع، شلون أحس به؟ إذا قلت عدد الأكسجينات أو قلت الأواصر الموجودة مع الأكسجين كربون أكسجين، بالعكس يعني قلت من حامض كربوكسيلي إلى الإيثانول، فش صار عندي؟ صار عندي عملية اختزال. واضح يعني طلاب؟ زين الآن إحنا بنتكلم وين؟ بنتكلم بيا تفاعلات، تفاعلات الأكسيديشن ريدكشن رياكشنز. الآن كونزيمز involved in dehydrogenase reactions. dehydrogenase هي شنو مقصود بها؟ قلنا هي التفاعلات الأكسيديشن ريدكشن أو ريدوكس رياكشنز. الآن ريدوكس رياكشن transfer large amount of energy، عادة شو يسوي؟ ينقل كميات كبيرة من الطاقة. much of energy liberated in the oxidation is captured in the reduction of the oxidizing agent such as NAD and FAD. من الصير عندي عملية شنو؟ reduction إلها كمية من الطاقة شبيهة لح تتحرر بهالآلية. الآن reducing equivalent are released from substrate often hydride ion proton to electron. الآن إذا صار عندي hydride ions هيوفر لي شنو؟ طاقة كبيرة. هيدرويد ايون is transferred الحين نقل
ان انزيماتيك ديهايدروجينيز بواسطه منه انزيم ديهايدروجينيز رياكشنز فروم سبستريتس تو ذا كوانزيم الناد. يعني انا بدي نقول انه هاي التفاعلات التفاعلات الانزيميه اللي هي مال فلنفرض A زائدا B بواسطة الديهايدروجينيز انزيم ديهايدروجينيز لح يحتاج شنو؟ يحتاج دائما وياها كو انزيم اللي ايش حنسميه اللي هو الناد او الفاد. ناد بلس يتحول الى ناد اتش او الفاد يتحول الى فاد اتش. واضح؟ عم يعطيني فلنفرض C زائد D هذا كمثال. الآن هيدرايد أيون ترانسفير بالدي هيدروجين وهذا إنزيم الدي هيدروجينيز رياكشن from substrate to the coenzymes NAD and FAD أسجلناها accompanies the reaction to hydrogen accompanies the reaction. الآن الناد إيش راح يسوي؟ راح يأخذ واحد من الهيدروجين والثاني عوفه بروتون. طبعا النادي مين يجيني؟ يجيني هو بريكورسرز مال اوبشنو اوف نياسين. الفاد ايش راح ياخذ؟ الهيدروجينات اثنينات الهيدرايد اثنينات ايش يسويها؟ يسويها فاد اتش2. الان ناد اند فاد كولكت ذا الكترونز راح يجمعون الالكترونات فروم ذا رياكشنز. شكو دي هيدروجينيز اكو ناد ياخذ الالكترونات من عنده. ناد اتش اند فاد اتش2 ويل التيميتلي باس ثرو الكترونز pass their electrons راح ينطون الالكترونات مالته on the other molecules اللي عم يصير عندي شنو على مود يتكسدون electrons of reduced coenzyme NAD H H مالتنا والفاد H2 وال H2 مالتي flow toward the oxygen راح تروح باتجاه الاكسجين على مود شو يسووا لي يكونون ال H2O and result is formation نهاية التفاعل كله راح ينطيني شنو؟ راح ينطيني الـ ATP. ولهذا احنا دائما اذا سامعين انتم سابقا ما اخذيها بالاعداديه او جزء حتى اخذتوها بدراستكم انه الـ ATP انه الناد اتش والفاد اتش حتعطيني طاقه. شلون تعطيني طاقه؟ لانه عندها زياده من الهيدروجينات تنطي قسم منها للاكسجين تحولها الى ماء وقسم من عندها هاي الهيدروجينات تتفاعل تعطيني شنو؟ تعطيني ATP. إذا نجي نشوف التفاعل مال T هذا هو الرسم مال نيكوتينامايد أدينين داينيوكليوتايد هذا الناد بلس أدينين أمايد أدينين داينيوكليوتايد. إذن هذا الآن ممكن إنه ياخذ هيدروجين هيدرايد على سبيل المثال ويتحول الى الجزء يعني هو كان متأكس يتحول الى شنو؟ الى جزء مختزل. والان هذا الهيدروجين الثاني ايش حيسوي لي؟ راح يطلع كهيدروجين بلس اللي قبل شويه احنا تكلمنا عليه. طبعا هو مين جاي؟ جاي من الفيتامين نيكوتينامايد هذا الناد مصدره مشتق من النيكوتينامايد فيتامين نيكوتينامايد. The NAD plus coenzyme is involved with many types of oxidation reduction or reactions at oxygen carbon center. على سبيل المثال دائما غالبا خلينا نقول انه التفاعل مالتي وين يصير عندي الأكسدة بين الكربون والأكسجين. على سبيل المثال عندنا الكحول converted to a ketone or aldehyde. الآن كربون الأول CH3CH2OH راح يتفاعل ويا إنزيم اللي هو الكحول ديهايدروجينيز. وبأنه بما أنه ديهايدروجينيز إذن أنا لازم أخلي بالي أخلي ويا كوانزيم اللي هو من هو الناد بلس بالتفاعل مالتي. إيش راح يسوي؟ راح يأخذ هيدروجين
من ناني للناد بلس يسوي لي اناد اتش، والهيدروجين الثاني ايش بي راح يطلعه على شكل اتش بلس. واضح؟ هاي هو طريقة مالتي. الان accept to electron one proton when it's reduced orthonad carries two reducing equivalent only one hydrogen atom attached to the nicotinamide ring. بس واحد هو يجي للناد بلس. The second hydrogen atom becomes a hydrogen ion in solution. يبقى شنو هاي؟ hydrogen ion موجود وين؟ بالمحلول مالتي. هذا بالنسبة منه للكوانزايم إذا استخدمنا الفاد، إذا استخدمنا الناد العفو. الآن إذا استخدمنا الفاد في أي دي اللي هو مشتق من الفيتامين ريبوفلافين البي 2، الآن البوث هيدروجين derives from the redox reaction become attached to the flavin ring. الآن إذا عدنا هنا ساكسينيت راح يأخذ الهيدروجينات الثنين ترتبط وين؟ بالفاد. ما عندي هيدروجين يطلع بالسوليوشن. طبعا لو تلاحظ بوجود ساكسينيت دي هيدروجينيز، اذا نستخدم شنو هنا؟ الفاد. لازم كوانزايم وياه لانه يعني استخدمنا دي هيدروجينيز. صار عندي فيوماريت اسره مزدوجه وطلع لي شنو؟ طلع لي فاد H2. The fad coenzyme is involved with many types of oxidation reduction at carbon-carbon center to form a double bonds. Remember, in complete chemical reactions, oxidation and reduction complements each other. واحد يكمل الآخر. Use corollaries, corollaries of above rule to figure out when reductions occur. عندي reduced molecules تحولت إلى oxidize، أكو بالمقابل oxidize cofactor تحول إلى reduced cofactor. الآن reduced cofactor يعطي الإلكترونات مادة للأكسجين يتحول إلى ماء ويرجع هو oxidize cofactor يرجع يأخذ مادة أخرى reduced fuel molecules، وهكذا تستمر العملية إلى الإنتاج أيضا إنتاج الطاقة وأيضا لعمليات التحفارات الأكسدة والاختزال. أكون هنا طلاب سؤال؟ طلابك سؤال؟ لا دكتور اللي عنده يسألك. نعم. أوكي. نجي هسه للجروب الثاني. إذا ساعة عشان تكلمنا عن نوع الإنزيم الكلاس الثاني الأول مال الإنزيم اللي هو أوكسيديشن ريدكشن. الآن ناخذ الكلاس الثاني اللي هو جروب ترانسفير ريأكشن. عادة تصير العملية يا أما بنقل مجموعة الفوسفات فوسفورايل أور الأسايل أور جلايكوسايل. إذا عندنا ثلاث مركبات اللي ممكن أنه تنتقل بها ثلاث مجاميع تنتقل بها، يا أما مجموعة الفوسفات يا أما مجموعة الأسايل يا أما مجموعة الجلوكوز. الآن فوسفوريليشن is one of the most common group transfer. عادة من هو نقل الفوسفات هو الشائع دائما عندنا. Usually the first step in the nutrient entering metabolism. يعني شنو؟ الآن أول عملية بالميتابوليزم على مود تصير الخطوة الأولى هو شو نسوي؟ هو نقل مجموعة فوسفات، إضافة مجموعة فوسفات. على سبيل المثال كلكم تعرفون الجلوكوز على مود يدخل الخلية أكو بروتين خاص ناقل للجلوكوز يدخل داخل الخلية عبر الممبرين مال الخلية. الآن إذا عبر الممبرين مال الخلية ممكن أنه نفس البروتين من يطلع مرة ثانية يأخذ جلوكوز أيضا يعبره إلى خارج الخلية. صح ولا لا؟ نعم دكتور. زين على مود نخلي دائما الجلوكوز يدخل داخل الخلية وما يطلع من عندها شي يسوي؟ نسوي عملية فوسفوريليشن للجلوكوز. البروتين الناقل دخل الجلوكوز من خارج الخلية إلى داخل الخلية، ويا ما دخل داخل الخلية إجا ضافت مجموعة فوسفيت إلى الجلوكوز صار جلوكوز 6 فوسفيت على سبيل المثال.
الآن من انضافة الآن جلوكوز 6 فوسفيت، مجموعة الفوسفيت شبيهة تحمل شحنات سالبة، فصار الجلوكوز ما تي مشحون. من صار مشحون بعد ما يرتبط ويا البروتين ويرجع مرة ثانية يخرج وين؟ خارج الخلية. بقى الجلوكوز شبيه محبوس داخل الخلية. واضح؟ فإذن عملية الإضافة المجاميع وبالذات الفوسفوريليشن من العمليات المهمة جدا. واحدة من أهم الإنزيمات لأجل إضافة مجموعة الفوسفيت إلى المركبات الأخرى، إلى الملكيوز الأخرى، هي يسموها كاينيزس. فإذن أنا وين ما أشوف الكاينيز وأخليها ببالي إنه معناها إنه إيش دا أسوي؟ دا أضيف مجموعة فوسفيت. كاينيزس are the subclass of transferase that catalyze phosphorylation. وهذا كلش مهم. يعني استفاد من أدى مستقبلا إن شاء الله. الآن مثل ما تشوفون أمامكم هذا الجلوكوز يجي ATP يأخذ من عنده مجموعة الفوسفيت، وين يضيفها؟ يضيفها على الجلوكوز، صار الجلوكوز 6 فوسفيت والATP تحول إلى ADP، وما يخلي الجلوكوز بعد الآن من أصبح مشحون بشحنتين سالبة وبمجموعة فوسفيت ما يخرج خارج الخلية. ايضا عندنا هنا كاربوكسيليك اسيد الان يتفاعل ويا كوانزيم اي على سبيل المثال، راح يصير عندنا كوانزيم اي يتكون يرتبط ويا مجموعه الاسايل، هاي مجموعه الاسايل، يصير عندي ثايو استر ويطلع عندي اكس اتش وهكذا لبقيه التفاعلات. النوع الثالث قلنا قبل شوي عليه هو الايزومريزيشن اند ري ارانجمنت رياكشنز. عندنا تو كايند اوف كيميكال ترانسفورميشن، الاول انترا مولكيولر هيدروجين اتوم شيفت ريزلت ان تشينجينج لوكيشن اوف دبل بوند، والثاني هو انترا مولكيولر ري ارانجمنت اوف فانكشنال جروب اللي هو من نوع بي. الان خلينا نشوف النوع اي. النوع اي ايش سوى الايزومريز؟ قلنا نقل الدبل بوند من الجليسرالدهايد 3 فوسفيت كانت الديهايد طرفيه، نقلها الى وين؟ الى داي هيدروكسي اسيتون. صار شنو عندي؟ صار عندي اسيتون. اذا لاحظ كم هيدروجين عندي هنا؟ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 كم اكسجين؟ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 او 6 ب 6 العفو. كم فوسفيت؟ واحد. كم كربون؟ 3. اذا هو بقى نفس المولكيولز ما عدا انه هنا كان عندي شنو؟ الديهايد الدوز تتحول الى شنو؟ كيتوز. فاذا الانزيم المستخدم هنا شنو؟ من نوع الايزومريز. نجي للمركب الثاني سكر مجموعه فوسفيت بيتا دي جلوكوز 6 فوسفيت، حولته الى بيتا دي جلوكوز 1 فوسفيت وذن نفس المركب. نفس المركب حولته، نقلت مجموعه الفوسفيت من موقع 6 الى موقع 1 باستخدام فوسفو جلوكو ميوتيز. ميوتيز هو احد انواع الايزومريز. فاذا لو الاحظ بقت الجزيئه مثل ما هي، فقط المواقع عندي مال فوسفيت تغيرت من رقم 1 من رقم 6 الى رقم 1. النوع الرابع هيدروليسيس رياكشن. الان الهيدروليسيس من الاسم اني اعرف انه اني ايش عندي؟ عندي عمليه استخدام او تفاعل باستخدام الماء. هيدروليسيس water is used to split. split شو يسوي؟ حيقسم المولكيول مالتي into two distinct molecules. All three nutrient types are shown in figure below. الآن هذا figure بصفنا رح يراونا شلون بتصير عملية انقسام للأمينو أسيد أو للترايسالجليسرول.
أو للجلوكوز أو لللاكتوز بإضافة الماء. الآن أول واحد إذا نريد نشوفه عندنا هنا ترايسال جليسرول ضفنا له H2O باستخدام إنزيم اللايبيز، طلع لي فاتي أسيد وطلع لي شنو 2-3 دايسال جليسرول واللي هنسميها شنو إستر هيدروليسيس، كسر شنو الآصرة الإسترية الموجودة وين هنا باللون الماوي. ثاني واحد سي تيرمينس اوف بروتين، الان بروتين اللي هو بالنهايه سي تيرمينس نهايه اللي بها سي او اتش نهايه مالتي، راح اجي ارد اكسر الاصره البكتيريديه مالتي، ايش راح اسوي له؟ راح اضيفه شنو؟ اضيف له ماء. من ضفت له الماء كسر لي هاي الآصرة من هنا، طلع لي حامض الأميني الأخير اللي هو بالنهاية الكربوكسيدية سي تيرمينس، وبقى لي البروتين بدون الحامض الأميني الأخير. بس سويت إنها من كسرها استخدمت الماء اللي هو أمايد، هذا نوع أمايد هيدروليسيز. الأول كان إستر هيدروليسيز والثاني كان نوع أمايد هيدروليسيز. نجي للنوع الأخير اللي هو أنا عندي سكرين اللي هو سكر اللاكتوز تصل بيتا 1-4، ضفت له مي باستخدام إنزيم اللاكتيز راح يطلع لي غاليكتوز، هيكسر لي العصرة مالتي، طلع لي الغاليكتوز ويطلع لي من هو الجلوكوز واللي هو هذا شنو غلايكوسيديك بوند هيدروليسيس، غلايكوسيديك بوند هيدروليسيس. إذن أنا صار عندي كم نوع؟ إستر هيدروليسيس، أمايد هيدروليسيس، وغلايكوسيديك بوند هيدروليسيس. الآن opposite of the nutrient formation، بالعكس إذا أريد أني أسوي العكس من الموضوع، which release water على مود أجمع الجلوكوز ويا الغاليكتوز، لازم شو أسوي؟ اطرح كوندنسيشن، اطرح جزيئات ماء، يصير عندي شنو؟ يصير عندي لاكتوز على سبيل المثال via a dehydration reaction. Recall lipid and disaccharide formation lost water in those reaction. التفاعل قبل الاخير اللي هو non hydrolytic cleavage reaction اللي هو عمليه كسر الاواصر لكن بدون استخدام الماء. Molecule split، نقسم الأواصر المولكيوز ماتي without use of water. Most prevalent are carbon-carbon cleavage، عادة الكسر ماتي ما بين carbon-carbon. Enzymes cause شنية lysases. Also may include addition of functional group to double bond. ممكن أنه تصير هاي العملية بإدخال مركب ثاني في شنو؟ في منتصف او مش منتصف بين الكربون كربون بوند مالتنا. الإينوليز على سبيل المثال هذا المركب الاول فركتوز 1,6 بيسفوسفيت باستخدام الالدوليز كسر لي طلع لي داي هيدروكسي اسيتون والجليسرالدايد 3 فوسفيت. اذا الالدوليز هو شنو ما يعتبر؟ يعتبر من اللايسيزز، من مجموعه اللايسيزز. الثاني واحد مثل ايش عندي؟ الإينوليز اللي هو 2 فوسفو جليسيرايد باستخدام انزيم الإينوليز، ايش راح يسوي لي هنا؟ راح يسحب جزيئات ماء، طلع لي جزيئه ماء وسوى لي آصره مزدوجه ايضا من نوع شنو؟ من نوع اللايسيس. اخر تايب او اخر كلاس للانزيمز هو البوند فورميشن يوزنج انرجي اوف اي تي بي. هنا ايش دارد اسوي؟ داريد اسوي اصره كربون كربون. هناك ايش دارد اقسم لاصره كربون كربون؟ لا، هنا داريد الحم كربون مع كربون، اسوي كربون كربون بوند. انزيم ذات كاتالايز ذا جوينينج اوف تو سيبريت مولكيول
using the energy from ATP hydrolysis. إذا الإنزيم المستخدم يقوم بعملية توصيل أو خلق عاصرة كربون كربون، ولابد من أنه يصرف طاقة اللي هي شنية من الـ ATP على مود تتكون هاي العاصرة. مثل إيش هاي الإنزيمات؟ هي يسموها إنزيمات لاجيزز and synthetases. Carbon carbon bonds formed by reaction of stabilized carbonine, إذن يعني carbonian anion, carb anion عندي carbonian هذا اللي بي عاصر اللي بي شحنة سالبة، راح تتفاعل ويا من؟ ويا مجموعة carbonyl group. تتفاعل ويا من؟ ويا carbonyl group of ketone or ester or CO2. Carb anion, carbonions ion are stabilized by the presence of electron withdrawing group such as acyl group, inductive withdrawal of electron or resonance stabilization of a negative charge. الآن شلون يتحقق هاي stability مالتي؟ عن طريق resonance مع مركب سالب، ينتقل مجموعة الكربون تنتقل مجموعة أو الشحنة السالبة من مكان إلى مكان للوصول إلى الكربونيون مالتي، واللي يقدر يهاجم إلى مجموعة الكربونيل جروب. هاي هنا أمثلة للموضوع. Carboxylation of pyruvate to make oxaloacetate. البايروفيت زادن CO2 زادن ATP. الآن بايروفيت كاربوكسيليز، جتي مجموعة CO2 ارتبطت وين؟ ارتبطت بهاي الكربون. طبعا هاي العملية شلون ارتبطت بهاي الكربون؟ صار عندنا شحنة سالبة، شحنة سالبة تنتقل هنا، من انتقلت هنا تحول ال CO2، ممكن الآن العفو هنا عندي شحنة سالبة تكونت هنا لأنه رزونانس ويا CO2، الآن اجتي ارتبطت ويا من؟ ويا CH3 CO CO minus، كنولتي شنو الأوكزالو أسيتيت، والـ ATP استهلكنا طاقة حولت إلى شنو؟ إلى IDP زائد MPI. Combination of acetyl CoA and oxaloacetate to make an acetyl CoA. الآن عندي مركبين acetyl CoA وoxaloacetate بواسطة citrate synthase، راح تصير عملية ربط بين هذا المركب وهذا المركب بهذا المكان. اوكي، ريزونانس ستابلايز كربونيون. الان شلون يصير عمليه الاستابلايزيشن مالتي؟ CH3CO على سبيل المثال، هذا امامكم CH3CO CO ماينس، راح يصير هنا عندي مجموعه مره سالبه هنا ومره مجموعه سالبه هنا، وظل تروح مره مرتين ثلاثه الى ان يجي التفاعل ويكون الارتباط مع هاي ذره الكربون اللي هي كربونيون. في بعض الأحيان ممكن يصير عندي عمليات التفاعل تشمل نوع أكثر من نوع، يعني الإنزيم يقوم بنوعين أو بخطوتين بكلاسين في نفس التفاعل واحد. على سبيل المثال الأيزوستريت، هذا المركب باستخدام الأيزوستريت دي هيدروجينيز إيش راح يتحول؟ يتحول الى الاوكسالوسكسينات اللي هو انستابل. شو يصير هنا عندي؟ بما انه دي هيدروجينيز، اذا لازم اضيف له كوانزيم. الكوانزيم اللي اضيف له هو الناد بلس. الناد بلس يريد ياخذ هيدروجين، مين ياخذه؟ راح ياخذه هيدروجين من هنا، والهيدروجين الثاني شبيهه راح تطلع فري، فصار عندي كربونيل هنا اللي هو هذا المركب. هذا المركب هنا COO minus هنا كربونيل وبصفة كربونيل، وهنا CH وكربونيل بصفة CH2 كربونيل unstable. على مود يصير stable more stable يفقد جزيئة شنو؟ CO2. فقد جزيئة CO2 تحول إلى ألفا كيتو جلوتاريت. الآن لو نلاحظ هنا الكحول on CO2 هذا قلناها انت نجي نقطة ثانية intermediate formed of oxaloacetate unstable
and spontaneously lose CO2, decarboxylation. So, two reaction, oxidation, reaction, redox. زائد non-hydrolytic cleavage بدون استخدام الماء تم فصل split بين CO2 بين CH2 تم استخدامها بهذا الانزيم الواحد اللي هو الايزوستريت ديهايدروجينيز ففعاليته فعاليتين سوى اكسدة واختزال وبنفس الوقت سوى كسر بدون استخدام الماء non-hydrolytic cleavage carbon carbon bond. أكو سؤال هنا طلاب؟ طلاب أكو سؤال؟ أنا هنا أكون خلصت المحاضرة إن شاء الله الأسبوع القادم كمل المحاضرات مالتنا إذا أحد عنده سؤال أو في شيء يقدر الآن يسأل اوكي اذا ماكو سؤال تقدرون تغادرون الجروب ان شاء الله في امان الله.